اليوم امام كرواتيا؟ نقولوا هذاك، رغم اننا قدمنا مباراه جميله، ما كيبقى كنا كنمنيو الناس باش نحققوا نتيجه الانتصار، ما كيبقى نتيجه التعادل نتيجه ايجابيه اللي تعطينا ثقه في نفوسنا باش المقابل تاعنا ان شاء الله نحققوا نتيجه الانتصار. المنتخب المغربي يلعب مباراه كبيره خصوصا الشوط الاول، لكن ما استقل هيمنته في الشوط الاول وسجل. كتبقى مسألة حظ، إن شاء الله كنتمنى أننا نزيدو نشتغلو أكثر باش نسجلو من الأنفاس نصف فرصة. شكرا جزيلا. شكرا.